في حالة عالمية، في حالة كبيرة على أسماء تاريخية هتبقى موجودة في الموسم القادم في المملكة العربية السعودية. بعد كريستيانو رونالدو عدد من الأسماء الأسطورية مرشحة بقوة في الأيام القادمة إنها توقع على الانضمام لنوادي سعودية. بنتكلم على كريم بنزيمة، بنتكلم على ميسي، بنتكلم على راموس، بنتكلم على مودريتش، كل الأسماء ديت مرشحة إنها تبقى موجودة في الدوري السعودي العام القادم، وخصوصا أن رونالدو أعلن أنه باقي مع النصر العام القادم. بالنسبة للمملكة تعيش حالة والكل يتابعها، حالة في الرياضة وغير الرياضة، لكن اليوم حديثنا عن الرياضة حقيقة كل يوم يقدم لنا وكالات الأنباء العالمية قبل أن تقدم لنا الصحف السعودية أخبار مفرحة جدا. طبعا لا شك أنه بنزيمة على وشك طبعا القدوم إن شاء الله لنادي الاتحاد، كذلك الحال بالنسبة لميسي، كذلك الحال بالنسبة لصفقات أخرى ما زالت تطبخ على نار هادية. اليوم العجلة دارت. اليوم الرياضة السعودية أستاذ عمرو تعرف تماما أنها بتدار بفكر مختلف، بفكر تحت مظلة الدولة. أيضا ربنا حبانا حقيقة بوزير الرياضة على مستوى عالي طبعا الرياضة نفسها، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، كذلك الحال بالنسبة أيضا للدعم اللامحدود اللي نجده من خلال أيضا رجل الرؤية ورجل النهضة ورجل أيضا الجيل الجديد اللي هو الأمير محمد بن سلمان. بالتالي أعتقد يا عمر أن محظوظين تماما بهذه المرحلة، بهذه النهضة على كافة الصعد. وأنا على الصعيد الشخصي كإعلامي رياضي عشت لا يقل عن ربع قرن، فأنا أقول الحمد لله أني لحقت مرحلة الأمير محمد بن سلمان، الحمد لله أني أعيش هذه المرحلة بكامل تفاصيلها. ما كان مستحيل بالنسبة لنا أصبح واقع. يعني قبل 5-6 أعوام عندما تحدث عن أي نجم حتى لو كان عربي وقل بيستخدم نادي سعودي يضع أمامك المتلقي علامة استفهام. اليوم عندما تقول أن ميسي جاي للرياض أصبح الخبر بالنسبة لنا عادي، نبحث فقط لغير لأنه رونالدو جه، وكان في علامات تعجب واستفهام قبل ما يجي رونالدو، كان في تشكيك، وفي النهاية رونالدو جه. وهذا هو اللي فتح الطريق. تعرف أنت البداية بنجم بهذا الحجم، والبداية أيضا بمتابعة الدوري السعودي من خلال رونالدو، لا شك أنك بتوصل لحقيقة أن المسألة مختلفة. أنت كنت تتكلم أيضا قبل لحظات وأشفقت حقيقة على جمهور الأهلي المصري وجمهور المصري بشكل عام عندما يذهب للمباراة قبل المباراة ب5-6-7 ساعات. هذه كارثة يا أخي. بالنسبة لنا كل مشجع عنده بطاقته، عنده رقم كرسي، عنده حتى لو كان مثلا لقاءات بتعرف ما جيت أي وقت أنت هتخش على الكرسي بتاعك وخلاص. نعم، فهذا الذي يجب أن يكون. كرة القدم اليوم بتدار بفكر مختلف، بتدار أيضا لا شك أنه حتى نكون أيضا منطقيين في إدارة عميقة بتديرها. طب أخي أحمد، إحنا سمعنا عن أسماء كبيرة ويبدو أن الأقرب للإعلان هو بنزيمة. هل فعلا خلاص هو رايح لنادي الاتحاد فعلا قريب؟ حتى اليوم المعلق طبعا كان يؤكد من خلال تعليقه على آخر مباراة بنزيمة أنه قادم إلى جدة، كذلك الحال بالنسبة لحساب ريال مدريد وودع، كذلك الحال بالنسبة لنا هنا في جدة، فقط لا غير ننتظر الإعلان. فتعرف أنت حتى الإعلان عندنا يمر بمرحلة مخاض، وأيضا يوضع له استراتيجيات. ما هو بالضرورة اليوم أني خلاص الخبر بالنسبة لي أصبح حقيقة كنادي اتحاد أن أعلن أو كمؤسسة رياضية. نترك الأمور تتداول، وعشنا كثيرا مع صفقة كريستيانو رونالدو عندما بدأت أيضا تظهر وصلت إلى مرحلة اليقين، لكن في النهاية إنما أنت معلوماتك أن بنزيمة قريب أو خلاص وقع أو أعطى كلمته أنه سيلعب للاتحاد لموسمين زي ما بيقولوا؟ أعطيك الزبدة، اديني الزبدة. الزبدة أنه قادم بنسبة 90% الأمور طبيعية، خلاص انتهى الأمر بالنسبة لنا، لكن حكاية الإعلان هي اللي بيحدد. حكاية التفاصيل أيضا كل اللي نقرأه كله عناوين، ما زالت التفاصيل غايبة، لكن الأكيد
ان شاء الله بنزيما سيكون في الدوري السعودي وكذلك ايضا طيب. ميسي. لا هم بيقولوا ميسي قدامه ثلاث عروض ولم يحدد بعد، ولا انت شايفه خلاص اقترب من الهلال؟ اليوم اللي اشوفه في التفاصيل وخاصه في الصحيفه، في صحيفه عكاظ كان نشر قبل فتره خبر انه وصل الرياض وحتى السكن الذي سيسكن فيه وعائلته وصل له، واليوم ايضا يؤكد من خلال الخبر ان اللاعب خلاص انتهى مع الهلال. فاعتقد انه المساله تحتاج فقط لا غير الى الاعلان الرسمي سواء لميسي او بنزيما. احمد يعني انت راجل مخضرم في الاعلام الرياضي، غمض عينك كده وقول لي شكل الدوري السعودي وهو في ميسي ورونالدو وبنزيما، يعني رونالدو لوحده عمل اكسبوجر للدوري السعودي وبقى فيه محطات كثيره بتنقل مباريات علشان رونالدو، شكل الدوري ده هيبقى عامل ازاي؟ هيكون نار نار نار. فانت انت 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 حقيقه الحاله اللي عندنا وبنعيشها اليوم ربما ما صارت بالنسبه لنا تشكل ذيك الصدمه، هي صدمه ايجابيه لا شك، لكن بعد وصول رونالدو اليوم ما صارت بالنسبه لنا الامور طبيعيه. لكن الغير طبيعي انه نبحث ايضا عن مزيد من الملاعب، نحتاج مراكان اخر حتى تتسع دائره الشغف عند الجمهور. يا اخي عندما يلتقي مثلا ميسي ورونالدو في مباراه ديربي مثلا، لك ان تتخيل التذاكر كم 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 تحتاج حتى تنفذ. انا عرفت ان انتوا اوريدي دلوقتي او حاليا الان الايراد بتاع بعض المباريات بقى بملايين الريالات، وهذا 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 الشيء المعلن. يعني وضف الى ذلك انه ما يميز طبعا هذا الدخل هو عملية سهولة وصول المشجع للتذكرة، سهولة وصول المشجع للملعب، حتى على مستوى أيضا مباريات النصر ترى حضرها جاليات كثيرة من خارج المملكة سواء من الخليج من العرب العالم العربي حتى من آسيا. شاهدنا في مدرج النصر إعلاميين، شاهدنا أيضا جمهور. فبالتالي أعتقد أن الأمور أصبحت سلسة وسهلة والدار، لكن في المستقبل نحتاج إلى سعة أكبر لملاعبنا. وأعتقد أنه المشروع القادم هو ايضا وجود اكثر من مدينه رياضيه في المملكه واكثر من ملعب يفوق سعه ال 150 الف باذن الله. لا استثمارات طبعا رياضيه كبيره، وبنهنئكم على شكل الدوري السنه دي، شكله كان مشرف جدا وكان ليه اصداء كبيره. بشكرك شكرا جزيلا اخي احمد الشمراني الناقد الرياضي السعودي، شكرا ليك. أخبار الانتقالات إيه؟ يعني كل يوم بنسمع اسم قوي، وطبعا دلوقتي بقينا بنصدق لأنه بعد انتقال رونالدو وبنزيما يعني خلاص لما بيتقال الخبر بنفهم إنه القدرة دي بقت موجودة. أنت في الأمر قلت في المقدمة قلت كلام جدا ممتاز فعلا هو حقيقي. اليوم لما تتكلم على عمليه التعاقدات او الميركاتو الصيف على مستوى الكره السعوديه، اليوم اصبحنا ننافس كثير من الانديه في عمليه التعاقدات، في السابق هذا ما كان موجود، هذا يدل على عمليه التطور الكبير اللي حصلت على مستوى الكره السعوديه بدعم مباشر من الملهم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ومن وزير الرياضه. عندما يكون عندك قائد ملهم ووزير شغوف ثق تماما ان الكره السعوديه ماشيه في الطريق السليم ومن تطور لتطور. كثير من الأندية الأوروبية الآن بتعاني، في السابق كان هذا الأمر موجود فعليا على أرض الواقع في عملية التعاقدات. خلينا نتكلم معك بكل صراحة، كانت التعاقدات ليست من الفئة A، نتكلم على تعاقدات أقل ما يمكن، هي مجرد سد لحاجة أو لتواجد في الدوري السعودي. اليوم لا، اليوم الجودة اختلفت، كثير من الأندية بدأت تبحث عن القطع اللي تفقدها، قطع تكون مميزة وقادرة على عملية التنافسية. الدوري هذا الموسم او اللي بننتظره احنا هذا الموسم بالتاكيد هو امتداد لما حصل في الموسم السابق من اثاره وتنافسيه كبيره داخل الملعب، وايضا ارتفاع للسوق او القيمه السوقيه للدوري السعودي. في طب خلينا نتكلم على اسمين كبار جدا ونعرف ايه اخر التطورات بتاعتهم، ساديو ماني ورياض محرز، ايه اخر التطورات في الاسمين؟ شوف رياض محرز يمكن بشكل كبير انتهى وضعه بالنسبه للنادي الاهلي السعودي. ساندو ماني كان في مفاوضات يعني كبيره مع الاهلي السعودي يمكن توقفت خلال الفتره، انما رياض محرز انت بتقول لي انه خلاص رايح الدوري السعودي.
انتهى. رياض محرز تقريبا بنسبه كبيره خلاص في الاهلي السعودي. يمكن بوصله النادي الاهلي السعودي تحولت من ساندو مينيلي للفرنسي سانت اوبتيمان مهاجم نيوكاسل، يمكن بات قريبا من النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي يمكن من الانديه الاكثر نشاطا خلال الفتره الحاليه، يمكن الاتحاد والهلال والنصر يمكن سبقوهم في عمليه التعاقدات، يمكن الاهلي الاكثر نشاطا، يعني حتى في مفاوضات كبيره مع كثير من اللاعبين اللي يلعبون في الدوريات الاوروبيه. يمكن نتكلم على سفيان مرابط، يمكن النجم الكبير اللي شفناه في منتخب المغرب في كاس العالم، يمكن احد الاسماء اللي الاهلي في صدد مفاوضات كبيره معاه، حتى وناحي. نتكلم على اسماء كثيره للعيبه من العيار الثقيل. وهذه الميزه اللي الان ممكن احنا كسعوديين او كرياضيين نتكلم عليها بكل فخر، انه اليوم اللاعب عندما يصل عرض من الانديه السعوديه ما يعني او في البدايه او في السابق كانت عمليه الرفض هي للوهله الاولى، اليوم لا، اليوم لا، في 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 منافسه مختلفه، في تركيبه مختلفه، في مشروع كبير قاعد يتم في هذا المكان، فاللاعب يبدا في عمليه الاقناع والتواجد. خلاف هذا الامر الصوره الذهنيه المميزه اللي نقلها اللاعب كريستيانو رونالدو لما قال الموسم الماضي وهذا التنافسيه اللي موجوده على مستوى الدوري السعودي، بدا يتكلم عن منافسه مختلفه، وقد تكون هي من المنافسات اللي حتسيطر في المستقبل على طيب. خلينا برضو نسال على عدد من اللاعبين المصريين. الكلام عن انتقال حارس المرمى نادي الاهلي المصري محمد الشناوي الى الدوري السعودي، هل في اي شيء او في اي مفاوضات؟ صحيح، شوف محمد الشناوي كان من الاسماء اللي المفروض تواجدها من موسمين سابقه وليس من الموسم الحالي، يمكن نادي النصر سبق انه فاوض الكابتن محمد الشناوي. يمكن الصدمه اللي حصلت هذا الموسم في عمليات الاعداد لنادي النصر انه اليوم الحارس الكولومبي الكبير حقه سبينيا اللي انصاب الموسم الماضي تجدد له الاصابه واحتمال ما يكون موجود بشكل كبير هذا الموسم، فنادي النصر بدا يفتح ملفات العديد من الحراس ومن ضمنهم الكابتن محمد الشناوي. ايضا خلنا ازيدك حاجه ثانيه بالنسبه للاعبين المصريين، في اخبار كبيره متداوله انه ممكن يكون طارق حامد موجود على مستوى نادي الوحده، انه في مفاوضات ما بين الكابتن طارق حامد ونادي الوحده السعودي. فطارق لن يعود الى مصر زي ما كان في اخبار انه محتمل يرجع لمصر. بقدر ما هناك اخبار بعودته لمصر بقدر ما هناك اخبار عن مفاوضات كبيره ما بين الكابتن طارق حامد ونادي الوحده، وخصوصا انه الكابتن طارق حامد قدم موسم كبير الموسم الماضي مع نادي الاتحاد بطل الدوري، فبالتالي يمكن الانظار توجهت للكابتن طارق حامد بحكم انه خاض تجربه في الدوري السعودي، عرف الاجواء في الدوري السعودي، عرف تركيبه المنافسه في الدوري السعودي، ففي اخبار كبيره عن مفاوضات ما بينه وبين نادي الوحده السعودي. خلينا نلقي الضوء على المباراه الهامه اللي هتحصل يوم الجمعه القادم في افتتاح البطوله العربيه، الزمالك المصري والنصر السعودي. ايه الاخبار عن الماتش؟ والله شوف يمكن الفريقين في مرحله تحضير، يعني يمكن الزمالك لسه دوبه مخلص الدوري، النصر لسه دوبه بادي عمليه الاعداد في طور تركيب كثير من اللاعبين اللي موجودين. يمكن النصر تعاقد مع بورسيس الكرواتي فوفانا من ساحل العاج، يمكن امس وقع مع تيليس البرازيلي كظهير، في مفاوضات كثيره مع لاعبين لسه، يمكن القطعه ما تركبت بشكل كبير في نادي النصر خلاف تواجد اللاعب. هل صحيح ان النصر حيلعب بعدد كبير من اللعيبه غير الاساسيه في الماتش ده؟ والله شوف الموضوع هذا لا يمكن الجزم فيه، لانه في النهايه هي بطوله كبيره وبطوله تحمل اسم غالي، ما اعتقد ان النصر حيفرط بهذه البطوله، خصوصا انها جايه في بدايه الموسم ودفع كبير للمنافسات المقبله، لا اعتقد ان النصر لا حيدخل بكامل اوراقه في هذه البطوله، وهدف من اهدافه تحقيق هذه البطوله. اكيد. الاستاذ عاطف الاحمدي الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.